من الغباء انك تتكلم على انديه كبيره بقيمه الزمالك والاهلي باسلوب مش كويس. انت تبقى شخص غبي ومش محترم. لان الانديه دي كبيره جدا جدا، مهما كان قيمه الشخص اللي بيتكلم ده هو جنبها مش موجود طبعا، مش موجود، محدش شايفه، لان الناديين اكبر من اي لاعب. فقبل الماتش والمعطيات مش عايز اقول تقليل عشان دي كلمه مثلا ما اقدر يعني انا ما اقدرش اقولها حتى، ان الناس كانت فاكره الموضوع سهل. يا جماعه دايما الناس اللي بتفهم كوره والناس اللي فاهمه كوره، على فكره مش كل واحد لعب كوره فاهم كوره عشان تبقى واخد بس بالك يعني في الحاجات دي. عظيم. ومش كل واحد لعب كوره تقعد تتكلم معاه في كوره. هجي لك في دي بعد شويه بس خلاص، دي مهمه قوي اللي انت قلتها. أنا دي انا في مهزله. انت دي مهمه جدا. ف طول الوقت طول الوقت ماتشات القمه ملهاش علاقه باي حاجه قبل الماتش. ملهاش علاقه فنيه. فانت تكمل. انا شايف وجهه نظري، خد بالك انا اتكلمت قبل كده وكنت ضيف وكنت بحلل ماتش الزمالك. يا جماعه هو ايه اللي حصل يخلي ان الثقه الكبيره دي موجوده؟ خد بالك الزمالك لعب ماتشين الاداء مش كويس، بس ان دايما وانت الفريق كبير لما بيلعب فرق قليله ممكن يتجر ليهم شويه. صح. فالزمالك وانا قلت الكلام ده فنيا ما كانش فاز في الماتشين، بس فنيا ما كانش احسن حاجه. بس ده ماتشين ما لهاش علاقه بالماتش الاهلي خالص. صح. خالص. صح. فالكلام كان مبالغ فيه، كلام بص كيمو صدقني اتفضل، موضوع الترند والسوشيال ميديا بوظونا احنا نفسنا يعني، بقينا في ناس مزيفين، ناس دايما بتبحث عن الترندات ونرضي الجمهور بشكل معين ونظهر كتير في الاعلام والناس تجيبنا، واحنا الاعلام بيتجر للمواضيع دي بجد بجد. مش كل بعض، لا بعض الاعلام وبعض الناس وبعض الناس. فاحنا لو فضلنا ماشيين في السكه دي احنا كمان سنه هنبقى في حته صعبه جدا جدا. ف للاسف احنا مش في احسن حالاتنا في كل حاجه. كوسط. ف قبل الماتش زي ما قلت لك الناس كانت بتتكلم على اسم كبير زي الزمالك، وده الناس الاهلاويه المحترمين ما بيرضوش بالكلام ده اصلا. صح. ولو العكس حصل الزملكاويه المحترمين مش هيرضوا بالكلام ده برضو. اقول لك حاجه غريبه قوي، ده انا شفت بعض البيدجات، في يعني بعض الناس انا بشوف البيدجات دي في بعض الناس انا عارف ان هم متعصبين جدا للاهلي، وفي بيدجات متعصبين للزمالك. انا شفت ناس بقى من المتعصبين جدا للاهلي داخلين يقولوا يا جماعه الكلام ده غلط، وفكره التسليم ان احنا هنكسب الزمالك ده كلام مش مظبوط، والزمالك فريق كبير يعني حتى المتعصب لفرقته ده حقيقه. بس انا ما كانش عاجبه الكلام. خد بالك يا كريم انا ما عنديش مشكله ان يبقى كلامك فيه ثقه وفرقتك واثق في فرقتك جدا وعندك ثقه في فرقتك انها تكسب اي مكسب، ما عنديش مشكله. او انك تتكلم كوره فنيا تتجاوز وتستهين وتقول الفاظ على نادي كبير، دي يعني انا في شخصيتي انا ده قله ادب وغباء. ما ينفعش. اي حد اي شخص. فده غباء وتجاوز مش مقبول يعني. فيا جماعه ما تخلوش السوشيال ميديا تسوقكم. فاحنا ماشيين وراها واحنا مغمضين.